أحمد علي يافعي، عمري 27 سنة، خريج دبلوم عالي هندسة كهرباء في المعهد التقني الصناعي عدن، صاحب مشروع كافتيريا نص بنص للوجبات الخفيفة. أنا من عائلة فنية تحب العمل الفني، فوالدي ممثل ومخرج ومؤلف مسرحي، فأنا ما عندي حب التمثيل. بدأ مشواري الفني عام 1996 إلى يومنا هذا، قمت فيه بعديد من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا مجتمعية زي الإرهاب والبطالة. خلال عملي الفني كان يراودنا حلم أن نكون صاحب مشروع، المشروع اللي أوضع فيه لمستي الخاصة، ولكن كان ينقصنا المعرفة والمهارات الكافية في إدارة المشاريع، وهذا السبب اللي خلانا أخاف أن نأخذ هذه التجربة. في نهاية 2011 التحقت ببرنامج كاب الذي يحتوي على المهارات الشخصية والإدارية والمالية، الذي أعاد لي حلمي في فتح مشروعي الخاص. تعلمت من كاب إدارة الوقت وإدارة فريق العمل والتسويق الذاتي والاتصال والتواصل. أما على مستوى إدارة المشاريع فتعلمت من كاب التخطيط، التنظيم، الرقابة، بالإضافة إلى الأمور المحاسبية والمالية، ابتداء من رأس المال وانتهاء بالميزانية العمومية. كانت أول خطواتي لفتح مشروعي الخاص هو ادخار مبلغ من المال وعمل دراسة جدوى لكافتيريا صغيرة، حيث قمت بعمل مسح ميداني لمعرفة المنافسين والمواد الأولية واحتساب تكاليف المشروع. بعدها استأجرت محل وقمت بالعمل لوحدي، حيث كنت أقوم بثلاث مهام: كنت أخذ المواد الأولية وأشتريها، وأطبخ الطعام وأبيعها. ولكن كان دخلي الشهري ما يقارب 30,000 ريال، وهذا أقل بكثير مما كنت أتوقعه في دراسة الجدوى. كان العمل مجهد بالنسبة لي أن أنا أقوم بثلاثة أعمال بنفس الوقت، فصححت الأمر ووظفت شخصين، واحد يقوم بطهي الطعام والثاني في المبيعات وأنا في المشتريات. هذا أعطى ناتج أن العمل كان منظم بشكل كبير، وارتفع الدخل عندي مما كان أول 30,000 صار الآن 300,000 ولله الحمد. والآن أنا أسعى في توسيع مشروعي في الكافتيريا من خلال إضافة نقاط بيع وتوفير فرص عمل للشباب فيها، وكذلك أخطط لدمج ما بين المهارات والخبرة في العمل الفني والمعلومات المكتسبة في إدارة المشاريع لعمل شركة إنتاج فنية. لدى كل شخص حلم، ونصيحتي للشباب مهما كانت الظروف، مهما كانت الصعوبات، تحلى بالإرادة والعزيمة. بالإرادة والعزيمة الحلم يصبح حقيقة. شكراً كاب.